بيتذكروا اللبنانيين الحديث اللي كان دائما موجود دائما بخلفية السجال السياسي في لبنان أيام الحرب، حديث الفيدرالية، حديث التقسيم، حديث بعدين فيما بعد حديث المركزية الموسعة طبعا اللي منصوص عنها باتفاق الطائف، وصولا إلى الحديث عن المركزية الموسعة إداريا ماليا وعلى مختلف المستويات، وهي نوع من الفيدرالية بشكل أو بآخر، علما أنه الفيدرالية شغلة تاني وإلى شروطها وإلى قواعدها، وكل الرجال السياسي ورجال القانون بيعرفوها، وهلأ اليوم مش مجال بحثها. لكن اللي بدي أقوله أنه اليوم من خلال هذه الأزمة الكبيرة التي تعصف بلبنان، وهي أزمة على مختلف المستويات، هي أزمة صحيح أنه مالية اقتصادية سياسية، لكنها مالية اقتصادية سياسية ثقافية، لها صلة، هي على صلة بنمط العيش، بالصراع والخلاف على نمط العيش، على الثقافة، على الخيارات الكبرى بالبلد. مسألة السلاح غير الشرعي بلبنان هي مسألة شديدة الأهمية، شديدة الحساسية وشديدة الخطورة، وتؤثر على نفوس اللبنانيين أكان مع أو ضد، لكن تؤثر على نظرتهم للبلد. قضية البور، خلينا ناخد موضوع البور. البور والتحقيق بتفجير هذا المرفأ، ثم تعرقلت هذا التحقيق وعرقلته بشكل فاضح، أكان داخل المؤسسة القضائية أو خارج المؤسسة القضائية، أكان في مجلس النواب أو كان على مستوى عدد من القيادات السياسية الأساسية، أكان حتى في الشارع، والمواجهات في الطيوني بتدلنا أنه كان في يعني ممكن أنه يكون في دماء أكبر وأكبر على حافة هذه القضية. اللي بدي أقوله هو أنه البلد عم بيغلي، وأنه حقيقة في جو شعبي موجود صار، وهذه الرسالة، هذا الكلام اللي عم بوجهه هو كلام للجميع ولجماعة القيادة السياسية، وربما أخصص بذلك حزب الله. لا يمكن أن يستمر اللبنانيون ومعظم المكونات اللبنانية عدا البيئة الحاضنة للحزب في الإيمان بوطن واحد وبعيش واحد وبحياة مشتركة وطنية واحدة وبعيش مشترك إذا استمر الوضع كما هو عليه. هناك شعور باليأس، هناك شعور بأن ثمة فريق يهيمن على مقدرات البلد، هناك شعور بأن هناك فريق فوق القضاء وفوق القانون وفوق الدستور وفوق البشر، ثمة قديسين جرى تطويبهم قديسين حتى بعد أن حكموا في المحاكم الدولية بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي ذكرى اغتياله بتصادف ب 14 هذا الشهر. اللي بدي أقوله أنه استمرار هذا الوضع كما هو عليه وهذا اللا توازن بالبلد، العرقلة في السياسة، العرقلة في المؤسسات، التعطيل، إشعار الناس بأنه مغلوب على أمرهم، سوف يؤدي بهؤلاء وهذه شرائح واسعة بالمجتمع اللبناني، وهذه شرائح بالمكون المسيحي لكن بمكونات أخرى غير المسيحية، إلى أن يطلبوا الطلاق. وهذا أمر خطير، ونحن نحذر أنه انتبهوا، العيش المشترك، العيش الواحد، ولم يعد واحدا، النفوس مشحونة، الانقسام العمودي، الانقسام الكبير يطال كل وجوه الحياة الوطنية المشتركة. لذلك الأمر خطير، البلد، الموضوع ما بيتعلق بإنقاذ قطاع مصرفي أو نقد لبناني أو 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 إصلاح الدولة أو يعني إجراء هذه الإصلاحات اللي بيطلبها المجتمع الدولي. الموضوع بيتعلق بمشاعر دفينة وعميقة عند ملايين اللبنانيين الذين بدأوا يكفرون بالعيش الواحد، لا سيما مع مشروع حزب الله.
وعلى حزب الله أن ينتبه جيدا. هذا الأمر ببلش هيك وبيكبر 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 وبتتغير طبيعة يعني طبيعة التعبير عنه. بتبلش بالبيوت والصالونات وبالعائلات، ثم بالمناطق الجغرافية الضيقة، ثم تتوسع وتتوسع وبتأخذ أشكال أخرى من التعبير. اللي حصل بالمرفأ، بقضية المرفأ، مثل اللي صار بوقت قضية الشهيد رفيق الحريري والتحقيق ثم المحكمة، إشعار الناس بأنهم دون أناس آخرين، هذا أمر خطير وخطير للغاية، ورح يؤدي لتشتيت البلد ولتشقيف البلد ولا انقلاب اللبنانيين على بعضهم البعض. إذا مش اليوم بكرة، وإذا مش بكرة بعد بكرة، الشهر الجاي، اللي بعده سنة الجاي، البلد بخطر وخطر كبير.